فيرايزون للاتصالات نجحت في الاستحواذ الكامل على فيرايزون وايرلس الأولى في مجال الهاتف النقال في الولايات المتحدة عبر شراء حصة فودافون البالغة 45% مقابل 130 مليار دولار. مجلس إدارة فودافون البريطانية شركة فيرايزون في فيرايزون وايرلس صوت لصالح الصفقة التي تعد الثالثة الأكبر في كل العصور. فيرايزون سعت لجمع المال من المصارف لتمويل نحو 60 مليار دولار من الصفقة. 130 مليار دولار هو مال كثير لفودافون كما يقول هذا الخبير، إذ تعادل القيمة السوقية حاليا 152 مليار دولار بعد الاتفاق المقترح. المال سيستفاد منه في الشركة لسداد مبلغ ضخم من الديون. فودافون ستحصل على 58 مليار و900 مليون دولار نقدا والباقي على شكل أسهم في فيرايزون ومعاملات أصغر. الحصة في فيرايزون وايرلس اكتسبت قيمة متزايدة لفودافون التي تتضاءل حظوظها في أسواقها الأساسية الأوروبية.